مساء الورد على كل متابعين مساء الورد، وحشتوني جدا من الاسبوع اللي فات. حلقتنا النهارده زي كل مره حلقه مميزه، حلقه فيها كل حاجه جديده. طبعا هيكون معانا نوجا ستيبس، ده اول فقره والفقره الثابته بتاعتنا اللي هتقعد نوجا ترغي فيها معاكم شويه على شويه تيبس وشويه نصايح هتفيدنا اكيد في كل مره. كمان هيكون معانا فاشن شو، بس الفاشن شو بتاع نوجا النهارده مختلف تماما، والجديد ان نوجا هي اللي هتكون الموديل، هقول لكم ليه في وقت الفاشن شو ده. وهيكون معانا فقره اخيره برضو هخليها مفاجاه للاخر، لكل السيدات المتابعات لينا اللي عندهم اشغال وبينزلوا يضطروا يسيبوا اولادهم ويسيبوا بيوتهم فترات طويله، ازاي ممكن نساعدهم. بضيفتنا النهارده هتحكي لنا ازاي هتقدر تساعدهم وتسيب ولادها وتسيب بيتها في ايد امينه. قبل ما ابتدي بس فقراتي النهارده، عايزه اكلمكم في موضوع الحقيقه هو اثر فيا جامد جدا ويمكن هزني من جوه النهارده. انتوا عارفين انا النهارده دايما بصحى بدري عشان استعد للحلقه، واللي حصل ان انا قاعده ولسه بستهدى كده بالله ونبتدي اليوم، لقيت ان انا في ناس كتير عارفه ان انا عندي كلاب في البيت، عندي اكتر من 3 4 كلاب في البيت. لقيت الكلبه الصغيره اللي عندي اللي هي يا دوبك 6 شهور جايه بتجري عليا، وسامعه صوت قطه صغيره بيبي مولوده بتصوصو او بتعيط، والكلبه داخله عليا وبترمي لي القطه دي على حجري في البيت. انا مش عايزه اقول لكم انا لغايه دلوقتي يمكن جسمي كله بيترعش، قطه لسه ما كملتش ساعات امها سابتها، واللي انقذتها الكلبه. قد ايه حسيت بمشاعر متناقضه في الوقت ده، حسيت قد ايه ان الرحمه ربنا وضعها في كل خلقه. ان كلبه ترحم قطه وتدور عليها وتطلعها وتشيلها في بقها من غير ما تعمل فيها خدش واحد، من غير ما تعورها، وتجيبها لحد هي عارفه ان هو هيبقى حنين عليها او هيعطف عليها، وتجيبها لي وترميها في حجري. يعني دي رساله صباحيه من ربنا كده. وقعدت افكر هل امشي ارجع القطه دي ارميها في الشارع ولا اعمل ايه. لقيت لا، دي رساله من ربنا ليكي يا نوجا، لازم تاخديها ولازم تعطفي عليها. اللي يحط رحمته في كلب صغير ويخليه يهدي تفكيره ان هو ياخد القطه دي ويجيبها لك لغايه عندك في ايدك، يبقى هو عايز يوصل لك رساله سبحانه وتعالى. وطبعا جه في دماغي ساعتها ان انا كلمت فريق الاعداد كله، يا جماعه عايزين نقول الكلام ده لان انا شايفه ان دي رساله وصلت لي وانا محتاجه ان انا اوصلها. جه في بالي كذا حديث شريف، خليني اقول لكم الحاجات اللي تخطرت كده في بالي وانا بتكلم وانا في الموقف ده. طبعا في الحديث المعروف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بما معناه ان الله جعل الرحمه 100 جزء، فامسك عنده 99 وانزل في الارض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق. يعني ربنا استأثر بنفسه ب 99 جزء من الرحمة ونزل في الأرض لكل الخلائق جزء واحد، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يعني الرحمة وصلت إن الدابة أو الحصان بيرفع رجله عن والدها خوفا منها أنها تصيبه. فاللي خلي الكلبه اللي هي المفروض ان هي عدو للقطط ده اللي انا عارفاه طول عمري، بس اللي انا شفته النهارده حاجه تانية خالص، تاخدها وتشيلها بين سنانها من غير ما تعورها وتجيبها لي، دي رساله واضحه من ربنا ان الرحمه لسه موجوده في كل